فقرتنا بقى الأخيرة هنتكلم فيها عن نوستالجيا الكرة العالمية وتحديدا ريال مدريد في فترة التسعينيات ولغاية عام 2000. الفقرة كمان دي هتكون مهمة لأن أنت هتتكلم مش بس عن عشاق ريال مدريد، أنت هترجع كده بالذكريات وهنشوف صور، مش هنتكلم على قد كمان ما هنشوف صور. يعني نجمنا النهاردة أو ضيفنا العزيز جدا شادي حبشي، صانع محتوى رياضي متخصص في النوستالجيا، وأنا عارفة إن النوستالجيا دي من الفقرات اللي كلنا بنحبها، سواء خاصة طبعا بالنادي الأهلي أو عامة بعموم نجوم يعني وذكريات كرة القدم. شادي صباح الخير، صباح الهنا، منورنا. صباح الفل، ميرسي، سعداء بوجودك معانا، منورنا ومشرفنا. وتعالى بقى نعرف يعني خلفيه كده عنك قبل ما ندخل بقى معاك في التفاصيل، يعني دراستك ايه، شغلك ايه، ايه اللي وجهك لصناعه المحتوى الرياضي، اشمعنى تخصصت في النوستالجيا بصفه خاصه الى اخره. اوكي، انا اسمي شادي حبشي، 37 سنه. انا اصلا ميبانش عليك، ميبانش عليك. انا اصلا خريج تجاره انجلش عين شمس، عندنا فاميلي بيزنس مع العيله وكده، عندنا مصنع في مجال السيراميك، بس انا بحب الكوره قوي يعني. أوكي. بحب التاريخ اكتر، فمن 3 4 سنين كده فكرت ان انا ده يعني ده موضوع الناس مش بتتكلم فيه كتير، دايما الناس بتتكلم على الترندنج واللي بيحصل دلوقتي والحاجات دي، فتاريخ الكوره في ناس كتير مش بتتكلم عليه، وكمان دايما بيوصل للناس بطريقه مملة. يعني اللي هو كأنك بتاخد درس تاريخ. أوكي. والناس أصلا ما بتحبش التاريخ في العادي. أوكي. فإنك توصل الموضوع بقى أنه بحدوتة لذيذة، ده اللي بيخلي الناس تنتبه ليه يعني. وتديك هو اختلاف كمان عن بقية الناس اللي بتعمل محتوى يعني على الانترنت. معظم الناس بيتكلم بقى على الصفقات والأخبار والنهاردة إيه اللي حصل ومين مصاب ومين هيرجع وبتاع، ما حدش بقى بيتكلم قوي في التاريخ. فحاولت إن أنا أطلعه بشكل ستوري تيلينج، يعني أنت بتحكي قصة بتاخدها بتسلسل بحيث ان اللي قاعد ما يفقدش التركيز ثانيه، وبتوصل له الفكره في الاخر اللي انت عايز توصلها. بس هي دي الفكره. انت بتحب تحديدا في النوستالجيا وكلامك عن تاريخ الانديه او الرياضات المختلفه، انت بتتكلم عن عالميا اكتر بتحب ولا ان جنرال؟ لا كله كله, كله بس انت النهارده مخصص لنا ريال مدريد. اوكي، حلو جدا. بنتكلم على ريال مدريد يعني، بس لا انا في العادي. اشمعنى ريال مدريد واشمعنى في التسعينات؟ اشمعنى ريال مدريد هقول لك في الاخر خالص. ماشي، اشمعنى في السسبنس؟ هقولها لك المره الجايه. فاهمك، انا فاهمك، ببقى لعيبك بيتهرب من اجابه السؤال، انا عارفه كويس، عارفه شادي. اللي في التسعينيات يعني فتره برضو الجيل اللي موجود دلوقتي شويه فتره حلوه قوي في الكوره قوي، وبرضو الاصغر شويه مني ما يعني ما يعرفوش كتير، بيبقوا سامعين بس حاجات يعني. أوكي. لكن انت بقى تخش في التفاصيل وفي الكواليس دي الناس مش بتركز معاها قوي يعني. وفوق كل ده بقى انا بشجع ريال مدريد كمان. يعني فوق كل ده يعني حلو جدا. بص يا شادي، انا من الناس اللي انا وكريم طبعا بنحب لما بيبقى فيه بقى نوستالجيا نتفرج اكتر ونسمع اكتر ما نسال. فانت محضر لنا اوريدي صور كتيره، يا ريت لو ننزلها مع حضراتكم عشان نبدا بقى كل صوره انت اللي تحكي لنا النوستالجيا او الذكريات او التاريخ بتاعها. بس يعني نتفق على حاجه يعني، ما تهوش لان هنحاول يا شادي، هتحاولوا ما تهوش بقى، ولو حسيتوا ان انتوا تهتوا هنرجع معاك. طيب دي اول صوره خالص، ده الجيل التاريخي اللي بدا لبرشلونه من سنه 90 لسنه 94. كان المدرب بتاعهم يوهان كرويف، اسطوره هولندا واسطوره التدريب، كان لاعب في برشلونه ومسك برشلونه من 90 ل 94، اخذ 4 دوري ورا بعض. فدي طبعا كانت حقبه صعبه قوي لريال مدريد طبعا. تخسر 4 دوري ورا بعض وكمان فيهم 2 دوري بسيناريوهات يعني ايه دراما على الاخر يعني. اوكي، فممكن نخش على الصوره اللي بعدها. اخر سنه فيهم، اخر سنه في الاربعه، ريال مدريد يوم 7 يناير 94 كسب برشلونه، كسب ريال مدريد 5-0. روماريو جاب هاتريك، ثقيله قوي قوي. فدي كانت يعني ايه، تحس ان هي رابع سنه بقى في زله جامده يعني. طبعا اللي بعده ده رئيس نادي ريال مدريد، ده جه بعد ده رئيس كان اسمه رامو ميندوزا، ده مسك مدريد 10 سنين ورا بعض من 85 ل 95. هو الصوره دي هو فرحان ولا قرفان ولا كان ايه وضعه؟ ما فهمتش الرياكشن. هو خلاص بقى كانت نهايه حقبه صعبه يعني. اصل هي تمشي كده وتمشي كده. الصوره اللي بعدها بقى، في ده واحد كان بيلعب في ريال مدريد قبل كده في منتخب الارجنتين اسمه خورخي فالدانو. اوكي، ده جاب جون في نهائي كاس العالم 86 ولعب في ريال مدريد كذا سنه وكسب معاهم بطولات.
في الاربع سنين اللي برشلونه اخذ فيهم الدوري ورا بعض هو كان بيدرب نادي صغير جدا في اسبانيا اسمه تينيريف. اوكي خلاص. النادي ده اصلا في جزر الكناري، نادي ملوش في الكوره خالص يعني. مسك ثلاث سنين ورا بعض، خسر مدريد الدوري سنتين ورا بعض وهو مدرب النادي ده في اخر ماتش في الموسم. اوكي. بنفس السيناريو هو سنتين ورا بعض. وعملوا فيه ايه؟ طبعا كانت الناس متضايقه منه جدا لان هو كان لعيب في مدريد تاريخي وبيحبوه، فهو في اخر سنه قال لهم انا في يوم من الايام هرجع تاني هدرب مدريد وهعوضكم على اللي انا عملته. اوكي. يمكن دي كانت اول تجربه ليه اول تجربه ليه كمدرب. فانك تدرب بقى وتخسر مدريد سنتين بنفس السيناريو سنتين ورا بعض في نفس الملعب، فطبعا كانت قاسيه جدا. لما جه بقى رئيس نادي جديد اسمه لورينزو سانز، ده جه في نوفمبر، جه في 94 بدايه موسم 94 95. اوكي. عينه مدرب بقى فالدانو، ده جه درب مدريد. فنعدي في الصوره اللي بعدها. ماشي. لما خسروا 5 برشلونه كسبوا مدريد 5، جورنال ماركا اللي هو تابع لبرشلونه نزل الخمسه دي كده ذل لريال مدريد يعني. الصوره اللي بعدها لما مسك بقى كسب برشلونه في نفس اليوم السنه اللي بعدها بالظبط، يعني هم خسروا يوم 7 يناير 94 5-0 من برشلونه، 7 يناير 94 7 يناير 95 ردوا الهزيمه لبرشلونه بالظبط و5 خمسة برضو في نفس اليوم في تاني سنة، وزامورانو هو اللي جاب هاتريك المرة فاتت. كان رومارتو ما بتتكررش كتير. يعني طبعا. بس اللي هو بقى الرئيس ده لورينزو سانز ده جه بقى بعد سنة أخدوا الدوري مع المدرب خورخي فالدانو ده، وجه السنة اللي بعدها حصل شوية مشاكل، النتائج ما مشيتش فمشوه. ممكن الصورة اللي بعدها جاب مدرب مؤقت في الموسم ده كمل لحد نهايه الموسم، بس ما يعني النتائج ما مشيتش كويس. اوكي. الموسم الصوره اللي بعدها اهو حتى ده ترتيب الجدول، كانوا واصلين لأسوأ ترتيب جدول وصل له مدريد من سنه 76 77. وصلوا المركز السادس، يعني شوف من 20 سنه ده أسوأ ترتيب ليهم. تقريبا لغايه النهارده ما عداش عليهم ترتيب سيء للدرجه دي ولا ايه؟ لا 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 ما فيش حاجه وصلت بالسوء ده. لا يعني مره اخذوا خامس. أوكي. مره رابع، لكن سادس دي كانت صعبه. حتى برشلونه شوف ثالث برضه يعني. بس جه بقى تعاقد مع مدرب جديد ايطالي فابيو كابيلو. اوكي. طبعا. ده كان مدرب اي سي ميلان قبل كده وكسب معاهم بطوله اوروبا. ده باولو مالديني اللي على الشمال. أيوة. ما يتنسيش. هو ده الكلام. هل تخطأ وسلته؟ ما تتنسيش يا كريم. طبعا. هو ده الكلام. رقم ثلاثه. ليه ايه سبب برضه ان هو تعاقد معاه؟ برضه دي حته بقى في الحاجات بتاعت الديربي مع بعض. فابيو كابيلو لما كان بيدرب اي سي ميلان كسب برشلونه على فاينل تشامبيونز ليج 4-0. فمدرب تقيل، فانك كمان تجيبه بقى في لمدريد كانك يعني ايه بتعمل شويه شطه وفلفل يعني. مدرب تقيل طبعا وكده. جه الراجل بقى ايه طلب من رئيس النادي مجموعه تعاقدات جديده عشان عايز يكسب الدوري. الصوره اللي بعدها طبعا وانا بحكي يعني رئيس نادي ريال مدريد ده كان اصلا رجل اعمال غني جدا بيشتغل في العقارات، فهو جاي عايز ينجح طبعا، وحلمه انه ياخد بطوله اوروبا. تمام. بطوله اوروبا اخر مره اخذها مدريد كان سنه 66 قبلها بكتير، احنا وصلنا كده سنه 96 طبعا. تمام. فجي جاب اتنين لعيبه، دافور شوكر من كرواتيا ومياتوفيتش من يوغوسلافيا، جابهم من جيبه الخاص. بس تحفظ الاسامي ازاي؟ الشغف بقى، الشغف يعمل اكتر من كده. جه بعد كده بقى بما انه كان بيدرب في ايطاليا طلب لعيبه تلعب في الدوري الايطالي، ده كريستيان بانوتشي ده باك رايت بتاع اي سي ميلان، اللي بعده روبرتو كارلوس كان بيلعب في انتر ميلان ما كانش موفق هناك. اللي بعده كلارنس سيدورف ده كان بيلعب، ده هولندي كان بيلعب في سامبدوريا وكان لسه صغير ساعتها ما كانش مشهور قوي. بودو يجنر ده حارس مرمى المانيا كسب معاهم كاس العالم 90. اوكي. واخر اسم بقى جاب موريانتس مهاجم كان بيلعب